ما يضر ان تستمرين على الاكلتين فتره طويله. اللي مفروض نوقفه هو الخلطه الثلاثيه، مفروض توقف بعد 3 شهور او 4 شهور. الاكلتين عادي تستمرين عليه امن حتى لو سنوات. شوفوا حطوا في بالكم ان 99% من الناس اللي يطلع لهم حبوب في الجبهه عند جذور الشعر، هذول يحطون الزيت على جذور الشعر فيطلع لهم هذا النوع من حب الشباب، وهذا موجود في كتب الطب الجلديه ومشروح عدل ترى معروف. انتبهوا تحطون الزيت في فروه الراس لانه راح يطلع حبوب في الجبهه. طبعا هذه سؤالها سؤال وحده فاهمه، لكن ما ادري شنو ليش قاعد يطلع حبوب في جذور الشعر عند الجبهه. يعني اللي قاعد تقول هي كاتبه اساسا ترى ما استخدم زيوت، هذا معناه انه يعني فاهمه الوضع وفاهمه الموضوع يعني شنو سؤالها. لكن ما ادري مثل الحاله هذه، ما ادري ما اقدر اتكهن، ولكن قاعد اتكلم عن اغلب الناس تطلع لهم حبوب في الجبهه عند جذور الشعر ترى بسبت انه قاعد يحطون زيت في فروه الراس. انتبهوا للشيء هذا. شوف الدفرن يعالج المسام ويحل مشكله المسام، ولكن مرات ينقي الوجه يصفي فتركزين تشوفين المسام، لكن هو علاج للمسام، لكن المسام موجوده اساسا. اذا شفتوا ان هذا الفيديو فاتكم لا تنسون لايك وسبسكرايب. عدد اللايكات تعطينا دليل وعلامه واشاره منكم لنا ان نستمر في هذه الفيديوهات ونسوي فيديوهات اكثر. اشوفكم على خير.